Welcome to our new English program. Welcome to our new session. Let's start our lesson today. And we are going to have here Unit 8, High-Tech Transport. High-Tech Transport, Lesson 1 and Lesson 2. And here we with our vocabulary and connect your boat أو يوصل. Expansion, توسع. Facilities, اللي هي التسهيلات. ايه الفاسيلتيز اللي انا هحصل عليها او الامتيازات او المرافق. give up on, give up on ده phrasal verb فعل ومعاه حرف جر عشان يديني معنى تاني. يعني give هنا معنى يعطي. give up يتخلى او يقلع عن، لكن give up on يعني يفقد الامل فيه او يتوقف عن. go down phrasal verb ينخفض أو يقل أو يهبط. هاي تك يعني ذو تقنية عالية، ونتورك يعني شبكة. أوكي، باسنجر يعني مسافر أو راكب، بابليك ترانسبورت المواصلات العامة، وبابليك يعني عام أو شعبي، سيستم نظام أو شبكة زي أندرجراوند اللي هو مترو الأنفاق، وترانسبورت وسائل النقل أو المواصلات، وأذا فيرب ينقل، وأذا ناون يعني وسائل نقل أو مواصلات. underground يعني جوفي أو تحت الأرض. add يعني يضيف. affordable يعني متاح أو في المتناول أو رخيص الثمن. authority السلطة. available متاح أو في المتناول. وcentral يعني مركزي. وcheck يسجل وصول أو يراجع أوراق السفر. وcoast يعني ساحل. complete كامل أو يكمل. construction إنشاء أو تركيب. controls مفاتيح أو أدوات التحكم. instead بدلا من. interrupt يقاطع. introduce يقدم أو يطرح أو يعرض. involve يعني يتضمن ويشمل. length يعني طول مدة أو مسافة. وline يعني خط. والمونوريل القطار أحادي القضبان. new administrative العاصمة الإدارية الجديدة. city طبعا new administrative city. operate يعني يشغل، و operated يعني يشغل. debate يعني مناقشة أو نقاش. disagreement يعني خلاف أو نزاع. و discussion شك. driverless يعني دون سائق. emphasize يعني يؤكد على. و equipment معدات أدوات. First aid إسعافات أولية. Operating system نظام تشغيل. ويقنع يعني persuade. Pollution يعني التلوث. Practice يمارس أو يتدرب. وprecise دقيق أو محكم. Private خاص أو شخصي. Production يعني إنتاج. Railway يعني سكك حديد. Replace يستبدل أو يحل محل. schedule برنامج أو جدول مواعيد. forms أنواع أو أشكال. gas غاز. gate بوابة. يخمن يعني guess. وimportance أهمية. وimprove يتحسن أو يحسن. محسن أو مطور يعني improved. including بما في ذلك. وincrease يزداد أو يزيد أو زيادة. وارتفاع. security أمن. series سلسلة أو مسلسل. size يعني حجم. suburb ضاحية أو حارة. talk show برنامج حواري. كلي أو نهائي أو مجموع. total نفق يعني tunnel. تفهم يعني understanding الفهم أو التحمل. طيب الـ definitions التعريفات. expansion اللي هو التوسع أو التمدد أو التضخم. an increase in the size or length of something زيادة. زيادة في المقاس في الحجم أو الطول لشيء ما. facilities اللي هي التسهيلات. التسهيلات اللي أنا بقدمها لأي حاجة أو الامتيازات أو المرافق. okay places buildings equipments that are used for an activity. high tech يعني ذو تقنية عالية. describing something that uses a lot of new technology وصف شيء
الشيء ده الوصف بتاعه بيكون ذو تقنية عالية. Network اللي هو any system that has a lot of connected parts، أي نظام له مجموعة من الأشياء المترابطة مع بعضها، يعني مجموعة أجهزة مترابطة مع بعضها تبقى دي network. وترانسبورت وسائل نقل أو مواصلات اللي هي باصز، ترينز، ترامز that anyone can use to travel around. نحل مع بعض. Choose the correct answer from A, B, C or D. The word connect is the same meaning as the word link. And connect و link وكلمة ايه بقى؟ join. There has been a big in the number of people using mobile phones in recent years. الناس اللي بتستخدم الموبايل فونز طبعا ايه؟ is a big ايه هنا؟ expansion توسع او تمدد في العدد. The new hotel has a lot of modern facilities to attract more lodgers. عشان يجذب الناس مقيمين بالفنادق يبقى عندنا a lot of facilities. Okay. You don't need a camera in order to take good photos. You just need lots of practice. You don't need a high-tech camera. High-tech camera يعني انت مش محتاج كاميرا بمميزات عالية. Blood moves around the body. الدم بيتحرك حول الجسم through a of veins الأوردة arteries الشرايين and the blood vessels والأوعية الدموية. طبعا network شبكة من الأوردة والشرايين والأوعية الدموية. Number six, the government encourages people to use public transport. بتشجع الناس للاستخدام وسائل العامة للمواصلات. Because there are too many cars on the roads. لأن في عربيات كتير، كل واحد لو كل واحد هيستخدم فين البرايفت كار بتاعته يبقى الدنيا هتتملى عربيات. فهم بيشجعوا ايه؟ الحكومة بتشجع الأفراد استخدام ايه؟ البابليك ترانسبورت اللي هي المواصلات الحكومية أو المواصلات العامة. Number seven, in Egypt the public transport has improved a lot. In Egypt the public transport system has improved a lot. اتغير أو اتحسن كتير. Number eight, huge ships السفن الضخمة passengers and goods between Egypt and Saudi Arabia. طبعا هنا connect ولا respond ولا transport ولا involve. طبعا على طول transport بتنقل المسافرين ما بين مصر والمملكة العربية السعودية. Number nine, not all people like it when prices producers hate it. طبعا give up on ولا go up ولا give up ولا go down. طبعا مش كل الناس بتحب when prices go down. اللي بينتجوا المنتجات ما بيحبوش ان الاسعار تنزل، عايزينها على طول مرتفعه عشان يكسبوا. Number 10, the runs on electricity, the underground اللي هو مترو الانفاق. مترو الأنفاق runs on electricity. Number 11, using forms of public transport will help solve the traffic problem. Using forms of public transport will help solve the traffic problem. Number 12, are not allowed to smoke on means of transport. Issues ولا transports ولا expansions ولا passengers غير مسموح لهم بالتدخين في المواصلات العامة اللي هم الباسنجرز المسافرين. Although he is over 70 years old على الرغم ان هو اكتر من 70 سنة he hasn't give up doing sports. Okay. طبعا عندي A and B. Give up يعني يقلع عن او يتخلى عن، و give up on يعني لم يتخلى عن.
doing sports. طبعا ليه اخترت given up و given up on؟ علشان عندي has، فلازم يكون بعديها be. be اللي هو التصريف الثالث. Number 14. Everyone in the accident has been questioned by the police. كل واحد involved. Involved يعني كل واحد اسمه تضمن أو ذكر في الحادثة is question, has been questioned. تم استجوابه by the police. Number 15. I have a flexible job. أنا وظيفتي مرنة. Okay. Column ولا seminar ولا speech ولا schedule. So I can meet you at any time. I have a flexible job schedule. The project involves 10,000 workers, مالهم engineers, containing ولا consisting ولا content ولا including. The project involves 10,000 workers, including بما فيهم ايه؟ المهندسين. Quick, بسرعة. We are short of time. ما عندناش وقت. We must in before the flight. We must check in. Check in. احنا لما بندخل فندق بنعمل ايه؟ Check in. Check in. برضو اللي check in الموجود في المطار ان انت لما تدخل المطار وتوزن اللاجج او الباجج بتاعتك. وتشيك اوت اللي هو الخروج. لكن انا هنا we must check in. Okay, before the flight. Number 18, I can't assure anything. مش هقدر أضمن أي حاجة. We don't have a precise schedule for the final exam. ولا exact ولا accurate ولا nearby. طبعا precise من وعندنا اللي هو دقيق. ما عنديش جدول دقيق. The underground moves in. متر الأنفاق بيتحرك في إيه؟ في tunnels under the surface of the earth. تحت سطح الايه؟ الارض. The company, a new site for its products. Spoke ولا stuck ولا created ولا rescued. Created, عملت موقع جديد لمنتجاتها. Number 21. I have a private car. I don't have to take the bus. مش محتاج اخد الاتوبيس. عندي عربية خاصة. Mr. Muhammad, an important point for the discussion. طبعا interrupted ولا tunneled ولا operated ولا introduced. Introduced, قدم نقطة مهمة جدا للمناقشة. Number 23. A is usually quieter than the city center. A suburb اللي هو حي أو ضاحية is usually quieter than the city center. Number 24. I want my mother too. أنا محتاج مامتي to persuade my father عشان يقنعه أبويا to let me join the school trip عشان يخلوني أروح الرحلة. Try to enjoy what is available in your hand. يعني اللي هو ايه؟ عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة. اللي هي try to enjoy what is available in your hand. Number 26. The user guide. دليل المستخدم. Tells you how to advise. How to interrupt ولا introduce ولا emphasize ولا operate. Operate طبعا يعني يشغل. Naturally, people like any increase. طبيعي ان الناس like any increase in their income. بيحبوا الزيادة في الدخل بتاعهم. In this utterance, هذه الجملة, الورد increase هنا طبعا دي على طول ناون لان الناس بتحب any increase اي زيادة. هنا ما هياش verb, هي هنا ناون. Number 28. Smartphones are now available at affordable prices. أسعار في المتناول. Affordable prices يعني أسعار فين؟ في المتناول. Number 29. The research, the importance of planting trees. The research interrupts ولا creates ولا emphasizes ولا operates the importance of planting trees.
طبعا emphasizes يعني بيؤكد على أهمية زراعة الأشجار، يبقى affordable وبعدين emphasizes. The committee اللجنة are the possible solutions to the problem. The committee طبعا are cycling ولا are debating ولا are creating ولا are leading to the possible solutions to the problem. The committee are طبعا debating بتناقش the possible solutions to the problem. Number 31. While a traditional train moves on two rails, a طبعا اللي لما القطر العادي المونوريل moves on one rail. مونوريل يعني اللي هو القطار أحادي القضبان اللي بيمشي على قضيب واحد. Number 32. When someone is talking, it's impolite to interrupt them. لما حد بيتكلم عيب ان احنا من الخطأ ان احنا نقطعه. Interrupt. Number 33. Is an increase in the size or length of something. ده طبعا expansion. Expansion ده اللي هو ايه؟ التمدد او الزيادة في الطول او الوزن. Number 34. A place, building, equipment that is used for an activity is known as طبعا facility. Facility اللي هي سهولة او ميزة او احدى المميزات. The noun refers to buses, trains, trams that anyone can use to travel around. The noun transport. Okay. Number 36. Any system that has a lot of connected parts is called a network. شبكة. A network. Means using a lot of new technology, high tech. High tech means using a lot of new technology. Our verbal collocations عبارة عن التجمعات اللفظية اللي هو الفعل اللي بيروح مع حرف جر. Build a metro line. Create pollution يسبب تلوث. Create a connection, you got صلة. Do a cooking course, يحصل على دورة تدريبية في الطهي. Have a precise schedule, لديه جدول عمل واضح. Make notes, يتأكد أو يتيقن. يكون صداقات جديدة, طبعا عندي show disagreement, يظهر الرفض. Show doubt, اللي هو يظهر الشك. وتيك تست يعني يؤدي امتحان. وتيك بليس يعني يحدث خارج البلاد. Our synonyms and our antonyms. Affordable متاح أو رخيص. Synonym cheap or inexpensive. Connect يربط أو يوصل. والإيكوال بتاعها join, attach, associate or link. الإكسبانشن التوسع أو التمدد بتسويها أو الإيكوال وورد جروث. فاسيلتي موهبة أو ملكة يعني ميزة يبقى تالنت. بابليك عام أو قومي ناشونال. بابليك مرموق أو بارز يعني برومننت أو ويل نون. طب لو أخذنا الأنتونيمز affordable يعني متاح أو رخيص يبقى عندي الأنتونيم لها expensive أو costly أو dear. connect يربط أو يوصل يبقى disconnect or dissociate. expansion contraction. public private. public مرموق أو بارز. obscure أو unknown. public secret. الدريفاتيفز اوف كي فوكابلوري. الدريفاتيفز اللي هو مشتقات الكلمات. كونكت اللي هي كونكت as a verb. try to connect causes and results. حاول ان انت تربط الاسباب مع النتائج. وكونكشن رابط او اتصال. try to make a connection between causes and results. طب كونكتد يعني متصل او ذي صله.
Results are connected to causes. النتائج مرتبطة بالأسباب. الإكسبانشن اللي هو التمدد أو التوسع. إكسباند يمدد أو يتمدد. ميدلز إكسباند المعادن بتزداد أو تتمدد. When they are heated لما بتسخن. إكسبانشن توسع أو تمدد عبارة عن very high temperatures lead to the expansion of metals. Expandable قابل للتوسع أو للتمدد. Metals are expandable when they are heated. لما بتسخن المعادن بتتمدد بالحرارة. Facilitate يسهل أو ييسر. The role of the teacher is to facilitate complicated points. Facilitation التسهيل أو التوضيح. The role of the teacher is the facilitation of complicated points. Facilitator ميسر. A teacher is more of a facilitator. Facilities التسهيلات أو الامتيازات. Luxor has great tourist facilities. Public الجمهور أو العامة. Most of the public are against crime. معظم العامة ضد الجريمة. Public عامة أو شعبي. Trains are public transport. Expressions and idioms. على امتداد الساحل. Along the coast. حول العالم. Around the world. Bad for. ضار بي. Bring the total number to يصل بالرقم النهائي إلى. By the end of قبل النهاية. هيئة مترو القاهرة كايرو مترو أوتوريتي. قريب من close to. For or against مع أو ضد. Forms of transport أنواع وسائل المواصلات. Greater كايرو القاهرة الكبرى. Increasing زيادة في. Instead of بدلا من. Make it easier for يجعل من الأسهل بالنسبة لي. مترو نتورك شبكة المترو. خط سكة حديد أحادي القضبان اللي هو المونوريل لاين. Over the next 10 years على مدار السنوات العشر القادمة. Public transport network or system شبكة المواصلات العامة. Talk show يعني برنامج حواري. 10 times the pollution of 10 أضعاف التلوث الناتج عن. Total number الرقم النهائي. Underground network شبكة مترو الأنفاق. Verb plus preposition. Connect to يربط ب. Expect to يتوقع أن. Get to يصل إلى. Plan to يخطط لي. Plan for يخطط من أجل. Stop from يمنع من أن. يتنقل في أنحاء travel around. Work for يعمل لحساب. Choose the correct answer from A, B, C or D. The antonym of the word affordable. Affordable يعني في متناول الجميع. عايز الانتونيم يعني الأوبزيت يبقى اكسبنسيف على طول. Man's activities مالها do much pollution ولا cause much pollution طبعا ينفع معايا ولا create ينفع A and C. Create and C اللي هو create and cause. His expansion shows ماله research schedule place or doubt. طبعا shows doubt بتظهر a check. When we say that someone is a public figure لما بنقول لحد ان هو شخصية عامة we mean that they are not obscure يعني ما هو شخصية غامضة. He hadn't made up his mind هو لسه ما فكرش وخد قراره. He showed doubts. Showed doubts يعني بيظهر الشك. إنه يظهر الإيه؟ الشك. Yusuf is a cooking course because he wants to start
his own restaurant. Restaurant. طبعا يوسف is طبعا هنا doing a cooking course. Number seven, there are plans for building a new metro line. Number eight, expansion. Expansion is to طبعا growth as connected to associate. يعني expansion to growth النمو أو الزيادة. الاكسبانشن زي connected to associate الاثنين بمعنى antonym، كل واحد فيهم antonym للتاني، sorry synonym للتاني. Number 9 رودينا has a wonderful facility for math، عندها ميزة جدا للماث. The word facility in this sentence is the synonym of a talent، موهبة، عندها موهبة. The company plans، خطط الشركة مالها تعمل ايه؟ to open a new branch in أسوان، هتفتح فرع جديد فين؟ plans to open، بتخطط لفتح فرع جديد فين؟ في أسوان. Number 11 the underground is the best of the best formula of transport ولا best form to form طبعا. The streets were crowded so I got طبعا got a got to the office late. وصلت. The internet مالها connection needs to be fixed. Number 14 this exercise ماله the arm muscles expand ولا expansion ولا facilitate ولا facilities. This exercise هنا طبعا expands the arm muscles. Number 15 this exercise leads to the expansion of the arm muscle. زي هنا تبقى على طول نختار النون ما ناخدش expand اللي هو الفيرب. كايرو مترو نتورك اكسبانشن وورك اللي هو التوسع في مترو الانفاق. We hope that all passengers will enjoy using our new line. This expansion of the Cairo Metro adds 7 kilometers and 6 new stations to our underground network. Line 3 will help people in the east of the city to get to the faster and more easily because it connects Heliopolis and the central station of Adli Mansour. And we expect that 1.5 million passengers will use the new line this year. High-tech systems were used to build this 21st century public transport system and more expansion work is planned for the A4 in the future. By 2030, we expect to have built three more new lines to bring the total number to 6. We are already building line 4 and we will have completed it by 2024. Line 4 will connect the east and west of Cairo and make it easier for people to travel around the city. However, due to the expansion work on line 4, some trains will be late and we may have to close some stations for short periods of time. Although we don't have a precise schedule for building the work on line 5 and 6 at the moment, and we expect to have started building line 5 by the end of the next year. We would like to thank all Cairo Metro passengers for your understanding while the building work is taking place. We hope that you will enjoy using the improved underground network. Regards the Cairo Metro Authority. طبعا هيئة مترو الأنفاق دي رسائل بتوجهها هيئة مترو الأنفاق وبتشرح للمواطنين هيعملوا ايه.
طبعا الـ Public Transport Projects for the Future، الـ Public Transport Projects for the Future، Public Transport Network Everywhere will improve، نركز في الكلام ده، a lot over the next 10 years. Here is a look at some of the biggest projects being planned around the world. In Cairo, there are plans to create the first public transport connection from both new administrative capital and the 6th of October city to the greater Cairo area. The Cairo monorail will involve the construction of the two monorail line, which will take passengers 52 kilometers from the new administrative capital to East Cairo and 40 kilometers from the 6th of October city to the greater Cairo area, and the lines will open in 2025. There are plans for an expansion of the Paris underground network in France. طب في باريس برضو هيعملوا اسلاك؟ ايوه. Using the latest technology, the high-tech line 18 will connect Orly Airport to the suburb of Versailles. 21 kilometers of 35 kilometers long will be underground, and it will open in 2030. By 2030, there are plans to build the longest tunnels in Australia's history. The 50 kilometer long tunnel will be part of the new Sydney Metro West underground system. The project involves 10,000 workers, including engineers. هيكون فيها 10,000 عامل بما فيهم بيشمل المهندسين. In the north of Europe, Sweden is building a new train line along the coast of the country, and the 270 kilometers line will be finished in 2030 and will carry more than 1.6 million passengers a year. And here is a talk show, برنامج حواري. بيقول ايه الهوست بقى؟ بيقول so this evening I'd like to welcome our two guests. We have Karima, who works for an organization that wants to use public transport more often. Karima بتمثل هيئة اللي بتشجع على استخدام المواصلات العامة. And we also have Nadia, who works for a company that makes electric cars. واحدة بتمثل شركة بتعمل السيارات الكهربائية. Karima, maybe you could start the conversation. أستاذة كريمة ابدأي أنتي. Why do you think more people will have decided to use public transport in 20 years time? طبعا كريمة ردت وقالت إيه؟ Well, I think the answer is quite clear. Because the dangerous gases that cars produce are bad for the environment. And by the 2040s, everybody will have realized that and decided to do something about it. Nadia ردت قالت إيه؟ I'm sorry, but that is not true of all cars. The electric cars that we make don't produce any gases that damage the environment. They are very environmentally friendly. ناخد بالنا من التعبير ده جامد جدا. Environmentally friendly، الاتنين فيهم LY وفي داش في النص ما بينهم اللي هي صديقة للبيئة. Experts believe that by 2030 most people will have bought an electric vehicle. كريمة قالت ايه؟ I am not sure. أنا مش متأكدة من الكلام ده about that. نادية، do you really think all drivers will have changed the type of vehicle that drive in less than 10 years? I think that by 2050 the price of electric cars won't have gone down so much that everyone can buy one. توك شوش الهوست قال ايه؟ Can I just say something here? By 2030 the types of transport available to us and will have changed completely. Don't you think perhaps we will have flying vehicles instead of driving on the road? هيجيبوا بقى عربيات بتطير. And if we do still have cars, we want to drive them ourselves. مش هنسوقهم بنفسنا، هتكون العربيات ايه؟ درايفر ليس كارز، بدون سواقين. What would you say to that؟ هتقولي ايه بقى على الكلام ده؟ قالت لها whatever happens in the future، مهما اللي هيحصل في المستقبل، in 10 years
We won't have given up on driving our own vehicle. لن أتخلى عن إن إحنا ننتج السيارات بتاعتنا. So let's make sure that those vehicles are environmentally friendly. كريمة. Well, I think people will still want to travel in the future. الناس برضه هتحب السفر. But everyone will have realized, كل واحد هيدرك, that protecting the environment is the most important thing and choose public transport instead. وهيختار المواصلات العامة بدل ما كل واحد ياخد عربيته ويسافر بيها. هدى وإنجي. هدى بتقول, which is the best way to travel? إيه أفضل الطرق علشان أسافر؟ I think the answer is quite clear, flying. I am sorry, but that is not true. Flying causes a lot of pollution. الطيران بيسبب تلوث. I am not so sure about that. Modern planes don't cause much pollution. Because, لسه هتقولي السبب, can I just say something here? Planes create more pollution than 10 times of the pollution of the train. يعني الطيارات بتعمل تلوث قد القطارات 10 مرات. Yes, but it's much more expensive to build a railway. مكلف جدا ان احنا نعمل railway على الارض, لكن نشتري طياره اسهل. Lines than airports. What would you say to that? هتقولي ايه بقى الكلام ده؟ اوكي, الجرامر بارت او اللانجوج بارت معانا النهارده اللي هو the future perfect tense, المستقبل التام. المستقبل التام بيتكون من will have plus will have been plus the be be. اوكي, يعني والنيجاتيف فورم بتاعته won't have plus the be be. اوكي, ولازم يكون عندي ايه الكلمات الداله على الفيوتشر بيرفكت. اليس والنو كويشن ببدا بويل, ولو انا هسال سؤال بجيب الكويشن وورد وبعدين ويل وبعدين السبجكت وبعدين هاف بلس بي بي. يعني وعندي اكزامبل, when will he have decorated the house. الاستخدامات, عندي الكلمات اللي بشوفها بالحلول الزمني, كلمة باي وبيفور وذيس تايم وباي ذا تايم. في الأمثلة قدامنا, أيوة عندنا ماي سون أحمد ويل هاف ستارتد سكول باي نيكست أكتوبر, على أكتوبر الجاي. يبقى هنا أستخدم على طول الفيوتشر بيرفكت. بيفور ميد نايت تومورو, قبل منتصف الليل بكرة, رقية ويل هاف ستادد يونت 16. ذيس تايم نيكست يير, هذا الوقت العام القادم, our company will have achieved great success. بالنسبة للاستخدامات برضو عندي for plus a period of time, لما أقول for 10 years, عام 2025 ده لسه جاي, هنعيش في بيت لمدة 10 سنين. الاثنين الجاي هنقعد في أسوان لمدة أسبوع. أوكي, دي مدة زمنية بس مع المستقبل. ناخد بالنا من الروابط التالية, after معايا, و as soon as, و once, و when, و the moment, بيجي معاهم مضارع بسيط او مضارع تام, present simple او present perfect. يبقى هنا مستقبل على طول. يعني when you leave the office I will have sent the emails. يعني مضارع تام او مضارع بسيط يبقى مستقبل تام او مستقبل بسيط. و before و by the time مضارع بسيط او مضارع تام ومستقبل تام غالبا. ملاحظات للفائقين بقى, ان انا ممكن استخدم زمن المستقبل التام او ازمنه خاصه بالمستقبل مع جمل بتبدا بحروف جر او ظروف, زي ايه؟ يعني this time tomorrow, this time next Monday, this time next week. ممكن اقول in a year's time, in 4 months time, in 5 weeks time, in an hour's time, or in 10 minutes time. يعني this time next Friday I will have moved into my flat, my new flat. ناخد بالنا هنا, دي معناها هكون اتنقلت بالفعل. لكن لما استخدم مستقبل مستمر I will be moving, يعني هنقل في الأشياء. لكن هنا لما استخدم المستقبل التام معناه إن أنا نقلت ونقلت الأشياء واتنقلت أنا نفسي معاه. برضو أقدر استخدم الفيوتشر سيمبل أو الفيوتشر كونتينوس لما بلاقي الحاجات اللي بتبدأ بباي. يعني by the year 2030 we will be able to send text messages by the power of thought. By 2040 people will use renewable sources of energy.
برضو الصيغة اللي جاية دي بتؤدي نفس اللي بتأدي صيغة المستقبل التام الـ future perfect expected to have plus baby we expected to have built line 5 by the end of the year و am و is و are expected to have plus baby line 5 is expected to have been built by the end of the next year. نحل مع بعض. Choose the correct answer from A, B, C or D. Don't phone Reda at 1 p.m. because he طبعا عندي will be sleeping. هيكون نايم. By the end of this week, we hope all the thieves will طبعا will have been caught by the end of this week. By 2050 دي لسه زي على طول يبقى هنا cars will have disappeared. Before he gets home, هنا before, his mother will have prepared lunch. She, her studies before the age of 21, على طول will have completed. Number, هنا, by 10 o'clock tomorrow, وانت مغمض, by 2030, the state, مالها, will have built a new hospital in our city. I think it's arranged for my travel next Saturday. It means I am traveling next Saturday. By 2030, this project, Melo, will have been completed. In 3 days' time, we will have rented our flat. When will your homework have been done? Look. This mobile is very nice. I will buy it. ده قرار سريع. شكله لو جميل هشتريه. I hope wars will have become a thing of the past by 2025. We can't use classroom 5 tomorrow because they are painting the walls. بيدهنوا الحيطان. زي الفاعل يبقى ده على طول بستخدم الـ present continuous. After قاعدة after على طول after I finish all my jobs عند هنا هي will go يبقى هنا مضارع على طول أو مضارع تام ما عنديش مضارع تام لكن عندي هنا present simple يبقى finish will you have finished the report by next week the special cases اللي هي 2030 they expect to have built 3 more lines of the Cairo Metro. Expect صيغة expect with to have plus البي بي. I can't meet you since well, I will be revising my lessons all day. By this time next month, the prisoner set free. طبعا will have been set free. A new Egyptian solar power vehicle is expected to have been shown soon. Experts think that Cairo, طبعا عندنا, will grow by more than half a million people next year. Which sentence means, before next week I will no longer be here. على الأسبوع الجاي مش هكون هنا. اوكي مش هكون هنا يعني I will have left ولا I will be leaving ولا I will leave ولا I have left طبعا I will have left معناها ان انا اتنقلت by 2030 the project will have been completed this means طبعا this means ايه sorry يعني على 2030 المشروع هيكون اكتمل يبقى قبلها ولا during ولا in طبعا 2030, the project will have been completed. Okay, my dear students, this is the end of my session for today. Till we meet next time. Thank you and goodbye.